مساء الخير في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض مقرمشات صحية وسهلة جدا وبسيطة من البطاطس بما ان البطاطس كتيرة جدا عندي هنا بطاطسية تكون كبيرة مسلوقة مسلوقة كويس قوي وعندي هنا نص كوباية نشا وعندي هنا معلقة صغيرة ملح ومعلقة كبيرة بصل بودرة دي كل المكونات اللي عندي اللي انا هعمل بيها المقرمشات او السناكس اللي انتوا شوفتوها اللي بتقرمش دي وحلوه جدا على فكره وبسيطه خالص وسهله هنا انا هرست البطاطسايه كويس قوي هحطها في الخلاط لو عندكم كبه هيبقى احسن كمان هتحطوا كل المكونات دي النشا والبطاطس والملح في في الكبه وتضربوهم كويس قوي من غير اي اضافات لكن لو عندكم هتعملوه في الخلاط هنحط المكونات دي كلها في الخلاط لكن هنضيف معاهم حوالي ربع كوبايه ميه او اقل من ربع كوبايه ميه بشويه علشان نعرف نلف في الخلاط علشان مش هيشتغل بالمكونات دي كده لوحدها هضربهم كويس قوي بالخلاط هيبقوا الخليط بتاعهم زي اللي انتو شايفينه قدامكو ده اتضربوا كويس قوي كل المكونات مع بعضها النشا مع البطاطس اتضربوا مع بعض كويس قوي حابه اقول ان النشا هو اللي هيدي القرمشه اللي انتو شفتوها في اول الفيديو قلبتهم كده كويس قوي مع بعض انا هحط هنا معلقه من التوابل اللي بتتباع عند اي عطار اللي هي آه اللي هي بأطعم مختلفة ده طعم الجبنة ممكن تحطوا أي طعم تاني انتوا عايزينه أو ممكن تستغنوا أصلا على أي طعم وتكتفوا بالملح بس اللي اتحط آه في في الخلطة دي من الأول هاجي هنا في الزيت الزيت يكون سخن وهخلي النار على نار متوسطة بعد ما الزيت يسخن حطيت الخليط اللي انا عملته ده كله كده في الكيس وفتحت فتحة كده صغيرة من قدام في الكيس وهنزل كده في الزيت وهديله كده أشكال عشوائية كده لحد ما ياخد اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه قدامكم ده منقليش نقليش على نار عاليه قوي علشان النار العاليه قوي هتخليه يبقى طري ومش هيقرمش وهياخد لون غامق كده ومش هيبقى حلو النشا هو اللي بيساعد ان هو يديله القرمشه اللي شفتوها دي وفي نفس الوقت مش هيخليه يحمر بسرعه ويبقى طري اهو اول ما بنزل بيه في الطاسه مش بيلزق ولا اي حاجه بس كده لحد ما اخلص كل الكميه اللي هعملها ومش بيشرب زيت علي فكره مش بياخد زيت كتير كمان مقرمش اهو حتي هو وبيتقطع اهو احنا وبنكسره كده بس كده ودي آه كانت طريقة مقرمشات ممكن تعملوها في البيت سهله وسريعه جدا مش بتاخد حتي عشر دقايق معاكم وتسليه سهله وبسيطه وجربوها وان شاء الله تعجبكم